بليدي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاماير ولفك كيف سواها وفرقك انا قدرت عنه. من أرض المغرب العربي وبلد المليون ونصف شهيد بنكون بالجزائر لنحكي عن شخصية جزائرية حققت ثورة في مطلع عام 1954. مقاومة جزائرية ومناضلة ساهمت بشكل مباشر بشن الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي يلي غزا بلادها. المبدأ كان أساس حياتها وحفاظها عليه من أهم أسرار نجاحها كناشطة سياسية. بنكون مع الجزائرية جميلة بحيرت. ولدت جميلة بحيرت بالجزائر العاصمة عام 1935. نشأت بين 7 إخوة شباب وفهمت بعمر صغير أن الثورة لانتزاع الحق المسلوب هو واجب على الإنسان، لتبدأ بتوجهها الثوري عام 1935 وتنضم لجبهة التحرير الوطني الجزائري بعمر 20 سنة، رافضة كل مفاهيم الاحتلال يلي كرستها فرنسا في الجزائر. صديقتي جميلة تحية إليك حيث أنت في السجن في العذاب حيث أنت. التحقت جميلة بحيرت بصفوف الفدائيين وكانت من أول المتطوعين لزرع القنابل المتفجرة في طريق الاستعمار الفرنسي. على أثرها صارت المطاردة رقم 1 بالجزائر، لكنها وقعت فريسة الاحتلال الفرنسي عام 1957. تم القبض عليها ونالت نصيب كبير من العذاب الفرنساوي. جميلة بوحيرت أجمل أغنية في المغرب، أطول نخلة لمحتها واحات المغرب، أجمل طفلة أتعبت الشمس ولم تتعب. يا ربي يا ربي، هل تحت الكوكب يوجد إنسان يرضى أن يأكل أن يشرب من لحم مجاهدة تصلب؟ بليدي هي الجزائر. تعرضت جميلة بحيرت لأقصى أنواع العذاب مثل الصاق الكهربائي، لكنها رغم كل محاولات التعذيب فشلوا الفرنسيين بانتزاع أي اعتراف منها، وتم إصدار قرار إعدامها عام 1957. ولكن مع وصول اليوم يلي تم تحديده ثار المجتمع كله وتلقت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ملايين البرقيات يلي بتدعو لإنصاف جميلة. على أثرها تم تأجيل الحكم وتخفف للسجن مدى الحياة. أما من بعد تحرير الجزائر ونيلها للاستقلال عام 1962 خرجت جميلة من السجن ونالت حريتها. الشهداء عايشين في حشايا وانا عندي حزن كبير عليهم، ولو كان تكلم عليهم اكثر من هذا الشيء نقدر. عام 1995 تزوجت من المحامي الفرنسي جاك فيرجيسي يلي دافع عنها قدام العالم كله مؤمن ببراءتها ومبدأها بالحياة.